احنا عندنا مقر في الوراق وعندنا المقر الاساسي للنقابه العامه كلها في البحيره. الموضوع بقى اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك شقاش نخش بالفلوب بالموضوع هي تبعيه المجازر. لحد النهارده المجازر تبعيتها للوحدات المحليه، وفي مشكله ما بين الوحدات المحليه والطب البيطري. الوحدات المحليه بتقول احنا ما بنستفدش حاجه من المجازر عشان ندفع لها الميه بتاعتها وندفع لها الكهرباء بتاعتها والصرف وندفع لها الصرف بتاعها ونشيل المخلفات اللي موجوده ويجيب تأمين في المجازر. ليه؟ بيقولوا بحجه ان هم ما بيستفيدوش من المجازر ماديا. اللي بيستفيد من المجازر ماديا هم الخدمات البيطريه او المديريات البيطريه. ما احنا بنقول الواقع اللي هم بيتكلموا فيه. احنا طلبنا قبل كده بنقل المجازر للهيئه العامه للخدمات البيطريه على مستوى الجمهوريه، وطالبنا كمان بعمل وزاره للثروه الحيوانيه في مصر. يعني احنا من اول الناس. بص حضرتك يا استاذ محمد، لما نقيب الجزارين يطالب بوزاره خاصه للثروه الحيوانيه، ودي فعلا هتحل مشاكل كتير. عشان تعرف حضرتك احنا كنقابه عامه الاطباء البيطريين ثلاث سنين اهو بنجاهد في القصه دي، ومن قبلينا المجلس اللي فات ولا يسمع اي احد. وزاره الزراعه مترهله الاداء، وزاره الزراعه عندها ملفات كتير مش قادره تحصل، ولو غيروا مليون وزير مفيش فايده. قيادات الصف الثاني والثالث للاسف هم الاوقع، نفس الفكره مش الوزير فقط. نفس الفكره. انا عندي صوره هنا لمشرف وزاره الزراعه، هم راكبين عربيه كارو. طلع لي الصوره كده يا استاذ محمد. يعني دور وزاره الزراعه ايه غير انها تنمي الثروه الحيوانيه؟ بالنسبه لي انا فسري الصوره دي يا دكتوره شيرين. دول زملائنا اطباء بيطريين في المنوفيه رايحين وحده تحصين، رايحين حمله للتحصين، الحمله القوميه للتحصين، ومش بيوفروا لهم حاجه يركبوها. فزملائنا راكبين عربيه كارو، وللاسف اتهاجموا من زملاء لينا تانيين ومن ناس كتير، وقالوا وايه اللي يخليهم يركبوا عربيه كارو؟ ما يقعدوا في بيتهم، يرفضوا يطلعوا اللجان. يا رب يا رب. وارفض اطلع اللجنه واحل التحقيق. ثم دول كان عندهم من الانسانيه اللي خلاهم يضحوا بنفسهم يركبوا على عربيه يكروا عشان يطلع يعمل يؤدي خدمه للمربي ويحصن المواشي بتاعه المربي. لكن الصوره دي شوكه في عين كل مسؤول عن الطب البيطري. وانا قلت لهم الصوره دي صبه في جبينكم ان زملائنا يضطروا يركبوا عربيه كده. زميله ليا حامل في الشهر التاسع تمشي 4-5 كيلو على رجليها لان مفيش مواصله الا الموتوسيكلات، وراجل يقول لها طب تعالي اركبي ورايا علشان اوصلك، وترفض وتمشي على رجليها. فين وكيل الطب البيطري؟ مش مساله وكيل يا فندم، احنا كده بنتكلم عن وزاره الزراعه. انا كنقابيه دلوقتي بقول وزاره الزراعه دي صدفه في جبينكم، زملائنا يطلعوا بدون يعني انا عندي حاجه جميله جدا اسمها الحمله القوميه للتحصين، اخطر بيها رئيس الجمهوريه، وحاجه مفرحه بالنسبه لنا ان في حاجه قوميه تخص الطب البيطري.